الجولات القادمة في الدوري الإنجليزي والبداية. نيوكاسل ضد مانشستر سيتي يوم السبت 30 نوفمبر الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة. أما يوم السبت لسه مكملين في لقاءات الدوري الإنجليزي، تشيلسي أمام ويست هام الساعة 5 وليفربول أمام برايتون الساعة 5 أيضا يوم السبت. وآخر لقاءات يوم السبت توتنهام هوتسبيرز أمام بورنموث أيضا الساعة 5. يوم الحد نورويتش سيتي ضد أرسنال ومانشستر يونايتد ضد أستون فيلا. وأخيرا مباراة يعني قمة إلى حد ما ما بين ليستر سيتي وأفرتون، اثنين أندية كبار جدا بيمثلوا الحصان الأسود في لقب أو بطولة الدوري الإنجليزي في كل موسم. طيب نروح لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والبداية من ليفربول صاحب المركز الأول ب 37 نقطة، يليه ليستر سيتي 29 نقطة، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بعد تفوقه على تشيلسي ب 28 نقطة، وتشيلسي بعد الخسارة الأخيرة من مانشستر سيتي في المركز الرابع ب 26 نقطة، وأخيرا وولفرهامبتون في المركز الخامس ب 19 نقطة. قائمة هدافين الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي متربع على القمة ب 12 هدف، تامي أبراهام لاعب تشيلسي 10 أهداف، و اجويرو لاعب مانشستر سيتي 9 اهداف، يليهم اوباميانج ارسنال 8 اهداف في المركز الرابع والمركز الخامس بعد هدفه الاخير في مرمى كريستال بالاس، ساديو ماني لاعب ليفربول 8 اهداف، واخيرا في المركز السادس رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 7 اهداف. نروح للدوري الاسباني ونتائج الجوله السابقه. ليجانيز بيخسر من برشلونه 2-1 بقياده خافير اجاري، وكلنا شفنا الهدف الرائع اللي احرزه ليجانيز واللي احرزه يوسف بن ناصر اللاعب المغربي في شباك نادي برشلونه، لكن برشلونه بيعادل النتيجه وبيتخطى نادي ليجانيز في الاهداف عشان يفوز 2-1 وينجح بالفوز بالمباراه. ريال بيتيس بيفوز 2-1 على فالنسيا، وجرناطة بيتعادل 1-1 مع اتلتيكو مدريد، وريال مدريد بيفوز على ريال سوسيداد 3-1، وبلد الوليد بيخسر من اشبيليه 1-0. نروح للجولات القادمه من بطوله الدوري الاسباني، والبدايه من يوم السبت بورتيفو الافيز ضد ريال مدريد الساعه 2 الظهر، فالنسيا وفياريال الساعه 10. اما يوم الاحد إشبيلية وليجانيس الساعة 1، وأتلتيك بلباو وغرناطة الساعة 3، وأخيرا لقاء القمة قمة الجولة القادمة في الدوري الأسباني ما بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب واندا متروبوليتانو، أكيد قمة قوية جدا جدا وهنستمتع بيها وأكيد هنتكلم عليها في الحلقة القادمة. جدول ترتيب الدوري الأسباني، برشلونة بعد الفوز 28 نقطة بيتساوى مع ريال مدريد ب 28 نقطة، أما إشبيلية 27 نقطة في المركز الثالث، أتلتيكو مدريد في المركز الرابع ب 25 نقطة، وأخيرا أتلتيك بلباو في المركز الخامس ب 23 نقطة. نروح لهدافين الدوري الإسباني، كريم بنزيما على القمة 10 أهداف، ليونيل ميسي 8 أهداف، وجيرارد مورينيو لاعب فياريال 8 أهداف، ولورينزو مور لاعب ريال بيتيس 8 أهداف، ولويس سواريز لاعب برشلونة 7 أهداف، وأخيرا لوكاس مارتينيز لاعب ديبورتيفو ألافيس ب 7 أهداف. نروح للدوري الايطالي والنتائج الجوله السابقه من الدوري الايطالي، اتلانتا بيخسر 3-1 من يوفنتوس، واسي ميلان بيتعادل 1-1 مع نابولي في قمه الاسبوع السابق في الدوري الايطالي، وتورينو بيخسر 0-3 من انتر ميلان، وروما بيفوز بنفس النتيجه 3-0 على بروشيا، واخيرا ساسولو بيخسر 2-1 من لاتسيو. نروح للجولات او الجوله القادمه من الدوري الايطالي، يوم الاحد يوفنتوس وساسولو، انتر ميلان مع سبال، لاتسيو مع اودينيزي، وبارما مع ميلان، ونابولي مع روما. نروح لقائمه الهدافين في الدوري طيب قائمه هدافين الدوري الايطالي، ايموبيلي لاعب لاتسيو 15 هدف، بسم الله ما شاء الله، بعيد جدا عن لوكاكو لاعب انتر ب 10 اهداف، ولويس موريل لاعب اتلانتا 8 اهداف، وبيراردي لاعب ساسولو 7 اهداف، وكابوتو لاعب ساسولو ايضا 6 اهداف، ودوفان زاباتا لاعب اتلانتا ب 6 اهداف. جدول ترتيب الدوري الايطالي، اليوفنتوس 35 نقطة متربع ومتصدر على القمة،
فارق نقطة واحدة ما بينه وما بين انتر ميلان في المركز الثاني 34 نقطة، لاتسيو في المركز الثالث 27 نقطة، وروما في المركز الرابع 25 نقطة، كالياري في المركز الخامس 24 نقطة. طيب زي ما حضراتكم عارفين الجولة بكرة وبعده في ماتشات دوري أبطال أوروبا، لازم نفكر حضراتكم ونذكركم بأهم اللقاءات اللي موجودة إن شاء الله يوم الثلاث 26 نوفمبر وأيضا يوم الأربع 27 نوفمبر. لكن البداية من بكرة، لقاءات اللي هتكون الساعة 7 أو الساعة 8 إلا 5 بتوقيت القاهرة، لوكوموتيف موسكو أمام فريق بايرن ليفركوزن، المباراة الأولى هتكون 8 إلا 5 بتوقيت القاهرة، معاه في نفس التوقيت جلاتا سراي ضد كلاب روج الساعة 8 إلا 5. بعد كده الساعة 10 هيكون في لقاءات قوية، ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، وهنشوف هل يا ترى ريال مدريد هيعرف ياخد بطاره من الهزيمة بثلاثية ضد باريس سان جيرمان ولا لا، ده اللي احنا هنعرفه من على ملعب سانتياغو برنابيو. وفريق بلاك ستار أو ريد ستار بلجراد هيلاقي فريق بايرن ميونخ يوم بكرة إن شاء الله الساعة 10 في نفس توقيت مباراة ريال مدريد. لسه مكملين معاكم لقاءات يوم الثلاث، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مباراة أيضا قوية ومهمة، أتلانتا ودينامو زغرب، ومانشستر سيتي وشختار دونستيك، وتوتنهام هوتسبيرز وأولمبياكوس في أول مباراة رسمية لمورينيو في القيادة الفنية لنادي توتنهام في دوري الأبطال. يوم الأربع لقاءين في نفس الموعد 8 إلى 5، فالنسيا وتشيلسي مباراة قوية جدا جدا في نفس التوقيت، ايضا زينت سان بيترسبرغ مع ليون الساعه 8 الى 5 ايضا. بعد كده الساعه 10 بيبدا لقاءات دوري الابطال، برشلونه وبروسيا دورتموند في مباراه اعتقد ان هي مهمه جدا للفريقين، برشلونه في حسم صعوده وبروسيا دورتموند في يعني انه ينافس ويعافر على الصعود كاول او ثاني المجموعه لصعوده لدور 16 في دوري الابطال، لكن خسارته اعتقد ان هي هتصعب من مهمته في الصعود وممكن يكون قريب من اليوروبا ليج. سلافيا براغ أمام إنتر ميلان هيكون أيضا الساعة 10. مكملين معاكم باقي لقاءات يوم الأربع، لايبزيك وبنفيكا الساعة 10، وجينك وريد بول سالزبورغ أيضا الساعة 10، ليل وآيكس أمستردام أيضا الساعة 10، وأخيرا ليفربول ونابولي، قمة يعني قمة من ضمن قمم كتيرة جدا موجودة في لقاءات دوري الأبطال هيكون أيضا الساعة 10. كل التوفيق لمحمد صلاح لاعبنا المصري إن شاء الله يكون موجود في المباراة ويؤدي بشكل رائع جدا بعد تعافيه من الإصابة. طيب خلصنا مع حضراتكم كده يعني الجداول والترتيبات والهدافين وماتشات دوري الأبطال، ودلوقتي جه